التقى وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر محمد قحطاني اليوم مسؤول دولة شمال أفريقيا وشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وإيران والعراق في الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر. وفي اللقاء أشاد وزير الداخلية بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لليمن وفي مقدمته المساعدات التي يقدمها للأجهزة الأمنية، فيما أكد المسؤول الأوروبي مواصلة دعم الاتحاد لبلادنا وفي مقدمته دعم الأجهزة الأمنية اليمنية لما من شأنه تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني في العيش الكريم. تم اليوم بأمانة العاصمة إشهار مبادرة صنعاء هب أو ما يطلق عليه بمحور صنعاء كجزء من تشكيل عالمي تابع للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. صنعاء هب؟ شلون صنعاء هب؟ بث روح المبادرة في تفكير الشباب لتمكينه من المساهمة في تنشيط اقتصاد البلاد وتشجيعهم على البحث على خيارات مهنية غير الوظائف الحكومية التقليدية واستكشاف الفرص التي تساعدهم على تطوير المشاريع الريادية وبناء المهارات والثقة بالنفس، غايات يسعى المنتدى الاقتصادي العالمي الوصول إليها ولا سيما الدول النامية عبر إطلاق مبادرات شبابية. بلادنا كان لها نصيب من ذلك عبر مبادرة أسميت صنعاء هب كمبادرة خاصة بأمانة العاصمة صنعاء تضم عددا من الفئات الشبابية التي تعد لتكون من القيادات الشبابية على النطاقين المحلي والإقليمي. هؤلاء الشباب أطلقوا مبادرتهم في حفل نظم اليوم تحت شعار نحو عاصمة أفضل بحضور أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزير حقوق الإنسان حورية مشهور وأمين العاصمة صنعاء عبد القادر علي هلال وخبراء مشاركون من المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف. اليوم هؤلاء نموذج بسيط 9 أفراد قدموا مشروع تحت شعار إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بسهم. قدموا مشروع للتغيير، تغيير مدينتنا مدينة صنعاء رؤيتهم، وتكلموا على يعني محور هام جدا. هؤلاء الشباب في كل المبادرات الشبابية أجد بأنهم يقدموا شيء جديد وبأسلوب جديد ومنتج يعني بعيدا عن هراء زي ما واحد يكيل الهواء هراء السياسة. لذلك فأقول بأن هذه المبادرات الشبابية لم نسأل ولم نسأل ما حزبكم ولا من أنتم، أنتم اليمن فقدموا أنفسكم وقدمنا نماذج ناجحة، احتلوا مراتب أعلى مراتب على مستوى آسيا وعلى مستوى أوروبا، واليوم بيشاركوا في مشروع بناء العالم. المنتدى الاقتصادي العالمي جدد دعمه للشباب المحبين لأوطانهم والطامحين لتنمية بلدانهم بموجب محاور أساسية من أجل النهوض وتطوير وإنجاز الأعمال المجتمعية. اليوم كان حفل إشهار محور صنعاء أو ما يسمى صنعاء هب، هذا الذي يعتبر تابعا للجلوبال شيبرز التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. هناك عدة محاور في أكثر من دولة، أكثر من 100 محور في أغلب الدول في مختلف أنحاء العالم، وبعد سنة من التجهيزات والإعداد والتنسيقات مع المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل إقامة محور في صنعاء ويكون صنعاء جزء من هذا المنتدى العالمي. اليوم كان حفل الإشهار بحضور وفد من المنتدى الاقتصادي. الفريق الشبابي صنعاء هب أو محور صنعاء يحتاج لمساندة أصحاب القرار والجهات المانحة المحلية والإقليمية ليسهم بدوره في تنمية المجتمع ويكون نافذة لبلادنا لدى أهم وأكبر منتدى اقتصادي عالمي وبوابة لرجال الاقتصاد والسياسة والأعمال للولوج للعالمية والمشاركة في هكذا منتديات. عبد الوهاب الحميدي، أمانة العاصمة صنعاء، قناة اليمن.